بتفق معاك جدا ان هو واحد من ابرز الافارقه اللي موجودين في الدوري المصري، لكن انا بختلف معاك في انه انا بشوف ان سعيد سومري دايما من فتره كبيره تواجده في مصر بقى عنده خبرات كبيره قوي في الدوري المصري، وبقى من الناس اللي يعني ايه فاهم الدوري بيتلعب ازاي. انا عايز اشيد الحقيقه بالصفقات اللي عملها الاتحاد السكندري على مستوى الافارقه طوال الموسم. يعني لو انت بتتكلم على سعيد سومري النهارده، بتتكلم على مابولولو هداف الدوري بعد زيزو، هو دلوقتي 10 اهداف مروان حمدي، هداف غارق جدا، لعب مفتوح طبعا، يعني مختلف تماما. يعني انا بقول ان هو غارق جدا ان هو يبقى هداف دوري طبعا. بواتينج حتى اللي بياخد دقايق مش كتير بديل اتكلمت عنه كتير جدا في الحصاد الجمعه اللي فاتت، الراجل الماتش اللي فات حتى كان مذيع مش متذكر مين قال انت كنت مخبيه فينا كابتن عماد، الراجل نزل بالظبط سوبر سب النهارده، لعب مركز تاني غير المركز اللي لعب فيه في مباراه فيوتشر، النهارده لعب جناح، لعب جناح بالظبط كده. فلا وده تحسب برضه لكابتن عماد انك بتستخدمه في المركز ده. فانا متفق معاك جدا الاتحاد النهارده. طيب انا بقى يعني فكره اللعيبه الافارقه المميزين عند الاتحاد السكندري، انا هاخد ده مقارنه باللعيبه الافارقه المتواجدين في بيراميدز. لو انت بتتكلم على اللعيبه الافارقه المتواجدين في بيراميدز، كلهم لعيبه اسمائهم عاليه جدا، فخر الدين بن يوسف حاجه يعني حاجه جامده جدا، حتى بلاتيه من الناس الجامده جدا، الباقي كله قوي يعني فخر الكاين ما لعبش، وليد نجارتي، كل دول لعيبه جامدين جدا. لكن الحقيقه يعني مش هم جوهري، مش هم بس، او يعني لو انت بتتكلم على النجاعه الهجوميه وفكره ان انا مركز ان انا النهارده ممكن اكون متصدر الدوري عن الاهلي وعن الزمالك، وبعد كده بشوف ان المستوى بتاع لعيبه بيراميدز الافارقه عامل كده، فبرضه الواحد مش هيلوم على الافارقه غير لما ببص كمان للعيب المحلي اللي هو نفسه مش واخد باله من القوه او الفرصه اللي عنده. تفتكر ان يعني الحته بتاعت ان ما يكونش فيه بيشن او ما يكونش فيه موتيف عند لعيبه بيراميدز اتنقلت للافارقه كمان؟ طبيعي، انت خد بالك هي من الاول هي حتتين، المدرب بيشرب من الاداره، يبقى الاداره من الاول. انا مش بهاجم بس حد عشان كلامي ايه يبقى في النطاق، دي حاجه واضحه لينا. لازم الاداره يبقى هي عندها العقليه انا عايز اخد البطوله دي. يعني ده دايما في الكوره بره يجوا لما بيجوا يتعاقدوا مع اي حد دوت اي مدرب فبيدي له اوبجكتيفز موجوده عنده في السيزون. اول حاجه ان انت تكسب بريمي مثلا الدوري الممتاز، انا عايز في الكونفدراليه اوصل لغايه سيمي فاينل. طبعا لو حاجه زياده فانت ده بلس ليك كمدير فني. الكاس احقق الكاس، انا بكلمك على تيم مثلا بمواصفات او بيراميدز. طيب لازم انا كشوف كمشاهد اشوف ان بيراميدز عايز ده، انا مش شايف ده يعني يا كانوا. فانت طالب من الافارقه اللي هي جايه داخل على الفرق اللي هم بنتكلم مثلا اربعه او خمسه في كل فرقه اللي هو المتاح. طيب اللعيبه اصلا اللي موجوده اللي هي عندها خبرات انا مش حاسس ان عندها الموتيف ولا الباشن زي ما انت قلت ان هو يحقق حاجه. ومش حاسس ان الاداره بتوفر، بس انا لازم احسها. مدير فني، انت ليه ما بتجيبش مدير فني حقق الدوري قبل كده بتاعه في شمال افريقيا بالظبط بشكل عام؟ انت ليه بتجيب مدرب يعني جاب معين الشعباني معاه اتنين شهر بالظبط كده؟ انت انت حاجه تانية، انت تكيس مع احترام الكامل جونياس او يعني ايا كان اسمه جونياس سؤال بسيط جدا، ده الراجل لما اشتغل في الدوري المصري اشتغل فين؟ دجله. اقصى طموح دجله ايه؟ يفضل ان انا اطلع ناشئين. طيب يبقى ده الراجل ده طموحه هنا مناسب جدا للطموح المشروع دجله. انت عايز مدرب بعقليه بطل. عشان مين يتنقل العقليه دي تنقل لمين يا للعيب؟ ده ما بيحصلش. عشان كده انت النهارده انت عندك فرصه زي ما احنا بنتكلم ان هو يخش باول دوري. انت حاسس النهارده ان بيراميدز بتعمل حاجه؟ احنا قاعدين بنتفرج على الماتش. انت حاسس ان الحلقه كلها اللي مطلعها لمين؟ الاتحاد. حاسس ان في حد بيعمل حاجه في الملعب؟ لا، انا شايف النهارده كابتن عماد ان انا ما شفتش تخيس اصلا على الخط. يعني هو مش ده المقياس، بس انا بكلمك يعني في بوينتس كده بالظبط الحقيقه. يعني انا مثلا في حاله لو نعرضها على الاتحاد، بص دي تبين لك من اول الجيم ان يعني الحاله لو معانا جاهزه تتعرض بتجهز حالا. الضغط كانه، واتفرج على كابتن عماد النحاس على الخط يا داوود وهو بيشاور، وبنتكلم بقى اللي هي من اول سعيد شومبري هو بيشاور على الفرقه من تحت ان هي تطلع عشان يعمل عمليه الضغط على بيراميدز. العمليه دي اتكررت اكتر من مره لان هو عارف ان بيراميدز بتقدر تحضر كويس جدا، بيراميدز بتقدر ان هي تشتغل من تحت، فهو قدر ان هو يحجم فريق بيراميدز وان هو ما يوصلوش لغايه الثلث الامامي عشان ما تحطش في موقف زي مباراه الجونه ان سهل جدا مثلا وهم شغالين. الحاله بتتعرض مثلا معانا لو نتفرج عليها انت هتلاقي كانوا كابتن عماد انا حاسس عمال يشاور للناس اضغط 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 لغايه لما هو استخلص
عند الاوت وقدروا ان هم يطلعوه. هي الحاله بتعرض دلوقتي. فانت بتتكلم انت بتتكلم على تفصيله صغيره. بص ما بين مدرب ومدرب، احنا واحنا قاعدين بين الشوطين قلت لي بيراميدز المفروض تعمل ايه؟ قلت لك يلعب 4-4-2. جاي غير التغييره امتى؟ دي 81 عشان تلعب 4-4-2. نزل في دي 81 تاني. يعني انت انت عندك ديلي كمدير فني كبير قوي. طب انت طالب من اللعيبه ايه يا كابتن؟ يعني انا اصلا اذا كان المدرب بتاعي عنده الديلي ده انا كلاعب هعمل ايه؟ يعني المدرب مش عايش الجيم. هو مش عايش الجيم. فرقه الاتحاد بتلعب 3 في القلب، انت لازم تلعب باثنين مهاجمين ولازم يبقى عندك طرفين وفي اثنين في القلب يلعبوا ارتكاز. انت مش قادر تستغنى عن عبد الله السعيد عشان ده نجم الفرقه. لا عبد الله خلاص ماتش مش النهارده، لان فرقه الاتحاد انت مش محتاج حد يلعب في الحته دي، انت محتاج انك تشتغل من على الاطراف وتبتدي تشتغل. الاتحاد اساسا نقطه ضعفها الكرات العرضيه، فانت لازم تكتر من الاوفرات ويبقى في اثنين مهاجمين وواحد معاهم ثالث كمان تسيب فخر الدين بن يوسف وتلعب في الحته دي. هو ما عملش ده، هو مش